اهم شيء انك تكسري عين في ريال بالذهب ويكون جهاز عصام عليه القيمه. يوك انت شو عم تحكي ام زكي؟ ايه انا بتمرها تمر بالذهب اذا بدها، الحمد لله الله منعم علينا. ومن ناحية جهاز عصام رح نشتري له أحسن جهاز بالشام كله، تفصيل وحياتك. المهم هي تجهز بنتها منيح. إيه لا كلك فكرة، هي عاملة حسابها وروح قلبها البهورة، وهلأ عم تحكي بدها تروح تقطع أحسن قماش بالسوق وبدلت بنتها تبع العرس، بدها تخيط لها على إيدها. يلواه الواه، ليش قلت خياطات بالبلد يعني؟ إيه لا سعاد خانوم، إيه لا تفصيل في الريال ما بينحكى عليه، سأليني أنا.